من ركام الحرب ودوامة الحصار في غزة إلى فضاءات البحث العلمي في أرقى الجامعات الأوروبية، بين جامعات ميونخ وستانفورد وأكسفورد، يوقع البروفيسور الفلسطيني شادي البرقوني على مسار علمي وازن بين ضفتين وثقافتين. يؤمن هذا الباحث الشاب بقوة العلم في التغيير. البروفيسور شادي البرقوني، تميز من تربة المعاناة، محور عدد هذا الأسبوع من مجلة بين ضفتين. البروفيسور شادي البرقوني، أهلا بك في ضيافة برنامج بين ضفتين وعلى أثير ميديا. شكرا لدعوتي واستضافتي أستاذة سناء في برنامجكم الكريم، وكل التحية والتقدير لإذاعتكم إذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية. اسمك اليوم يوجد ضمن أفضل الباحثين الأوروبيين في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال عضويتك الفاعلة في المختبر الأوروبي للتعلم والأنظمة الذكية. بداية هذا المسار الناجح انطلقت من غزة. بروفيسور شادي، كيف جاء الانتقال من فلسطين بلد النشأة إلى ألمانيا كحاضن لمسارك الأكاديمي؟ بداية هذا المسار انطلقت بالفعل من غزة، فبعد حصولي على درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية بتقدير جيد جدا من الجامعة الإسلامية بغزة بالعام 2005، انطلقت رحلة البحث عن العمل. فحالي كالكثير من حال الشباب الفلسطيني، لأحصل على أول وظيفة تشغيل مؤقتة في أحد الشركات الفلسطينية بالقطاع الخاص. خلال تلك الفترة ونظرا لتميز الأكاديمي بالجامعة، حصلت على فرصة عمل بشكل جزئي كمعيد بكلية الهندسة بالجامعة. تزامن ذلك مع افتتاح برنامج للماجستير في الهندسة، فكنت من أوائل الملتحقين بالبرنامج. صحيح كنت أعمل معيدا بالنهار وطالبا على مقاعد الدراسة في المساء. في الواقع تعلمت الكثير من تلك التجربة وأصبحت شغوفا في مجال البحث أو التدريس، ولكن رغبتي في الاستقرار والبقاء على أرض الوطن مع قلة الفرص المتاحة في المجال الأكاديمي دفعني للتطوع كمتدرب في مجال تكنولوجيا معلومات بالقطاع الحكومي، وتلك كانت البوابة لعملي كمهندس لشبكات الحاسوب ومن ثم كرئيس قسم للحاسوب والشبكات في وزارة الصحة الفلسطينية. أدركت من خلال هذه التجربة بأن هناك حاجة ماسة لجسر الهوة بين الأكاديمية والصناعة من جهة، والأكاديمية والمجتمع وصناع القرار من جهة أخرى. هذا ما دفعني لأن أكمل دراسة الدكتوراه في ألمانيا لاكتسب الخبرة أيضا من تلك الدول المتقدمة وتجاربها في هذا المجال. في حقيبتك الأكاديمية اليوم نحو 10 براءات اختراع مسجلة بالاتحاد الأوروبي وعلى مستوى العالم. حصلت أيضا على أزيد من 4000 اقتباس من علماء باحثين من مختلف أنحاء العالم. ما هو السياق الذي دفعك لأن تتخصص بالذكاء الاصطناعي في المجال الطبي؟ الواقع هناك عدة دوافع مجتمعة دفعتني لهذا التخصص. بداية أدركت ذلك من خلال خبرتي المتواضعة في الأكاديمية والقطاع الصحي بغزة بأن هناك حاجة ماسة للبحوث ذات العلوم المتداخلة، أقصد هنا علوم الحاسوب والطب. أدركت ذلك تحديدا من خلال إدارتي لمشروع متعلق بالتطبيب عن بعد في قطاع غزة، وذلك بهدف الحصول على استشارات طبية عن بعد من قبل متخصصين وخبراء في المجال بشكل إلكتروني. أحد التحديات التي واجهتنا في هذا المشروع هي صعوبة إيجاد الخبراء والمختصين طبعا لانشغالهم في أعمالهم. هذا ما دفعني بالفعل لتطوير خوارزميات الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي، بمعنى أن تكون هناك برمجيات تساعد على تشخيص بعض الأمراض لتكون إضافة نوعية للخدمات الصحية ومساهمة فعالة بالتخفيف عن العاملين في القطاع الصحي والذين يعملون تحت ظروف صعبة. بروفيسور شادي، أنت من مؤسسي أكاديمية فلسطين للشباب. سؤالي، ما الغاية من إطلاق مثل هذه المبادرة؟ الواقع المبادرة انطلقت من رؤيتنا كمؤسسين لهذه الأكاديمية بالحاجة لتعزيز الوجود الفلسطيني محلياً إقليمياً ودولياً من خلال علوم وتكنولوجيا. فالأكاديمية اليوم هي منصة لإيصال صوت الباحث الشاب الفلسطيني، وهي ملتقى أيضاً للباحثين الشباب الفلسطيني بالداخل والمهجر. فالأكاديمية تتيح لأعضائها بالتعاون المشترك ضمن مجموعات عمل متخصصة لإصدار تقارير وتوصيات للباحثين والمهتمين، كما تهدف ومن خلال الأكاديمية لجسر الهوى بين الأكاديميين
الباحثين الشباب وصانعي القرار الفلسطيني نحو قرارات وسياسات مبنية على البراهين ومستندة على العلوم. اليوم أنت حاصل على درجة الأستاذية بكلية الطب وكلية المعلومات في جامعة بون. اللافت أن نسبة الباحثين الحاصلين على هذه الدرجة لا تتجاوز 0.2% من ضمن الباحثين المنحدرين من أصول شرق أوسطية وإفريقية. قد يتساءل المستمع بروفيسور شادي عن الآفاق التي يتيحها التكامل بين الذكاء الاصطناعي والطب. على المدى القصير، الذكاء الاصطناعي سيقوم بذلك الكثير من المهام المستنزفة للوقت والتي يقوم بها العاملين في القطاع الصحي. مثال ذلك تقدير حجم الورم في الدماغ استعدادا للعلاج الإشعاعي. على سبيل المثال، أخصائي الأشعة يقومون بعمل مبني قد يستغرق عدة ساعات للبحث عن الورم وتحديد حجمه من خلال معاينة عدة صور من الأشعة المقطعية. كل هذا يتم في خلال ثوان محدودة باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي. الأمر لا يتعلق فقط بتوفير الوقت، وهو أمر مهم بلا شك، ولكن تلك الخوارزميات تعطي نتائج أدق لحجم الورم، وبالتالي يتم حماية الأنسجة الأخرى من التعرض للأشعة العلاجية. على المدى الطويل، أتوقع بأن الكثير من المهام المنهجية في المجال الطبي سيتم أتمتتها واستبدالها بخوارزميات الذكاء الاصطناعي. مع ما تعيشه أوروبا اليوم من تداعيات أزمة الهجرة، ما هي ملامح الهجرة الناجحة برأيك بروفيسور شادي؟ أعتقد بأن الهجرة التي تبني جسورا من الثقافة والفكر وتبادل المعرفة والتكنولوجيا بين الوطن وبلد المهجر هي برأيي الهجرة الناجحة. على سبيل المثال، لك أن تتخيلي بأن بلدا كألمانيا لا يتيح لك الهجرة إليه والمساهمة في بناء المجتمع فحسب، بل أيضا يتيح لك فرص التمويل اللازمة للعودة وإعادة الاندماج في وطنك الأم لتكون جسرا ثقافيا فاعلا. بروفيسور شادي البرقوني، شكرا جزيلا لك على قبول دعوة المجلة وشكرا على كل هذه التوضيحات. فقط هل هناك من كلمة أخيرة لشبابنا العربي والمغربي الذي يستمع إليك اليوم من خلال أثير ميديا؟ تأكيد، لربما أجملها في 4 نقاط إن سمحت لي أستاذة سناء. بداية، من الطبيعي أن تشعر بأنك تائه في وقت ما. الحل برأيي أن تستعين بالله أولا، ومن ثم أن تقوم بعمل self reflection ومراجعة لما فات، وأن تخطط لما هو قادم. ثانيا، من الطبيعي أن تفشل وأن تجد المعيقات في حياتك. في الحقيقة هذا ما سيجعلك أقوى وأفضل. المهم أن تتعلم الدروس والعبر من تلك التجارب والخبرات. ثالثا، تعلم واكتسب المهارات وكن فاعلا بالمجتمع. فاليوم المعلومات متوفرة في كل مكان ويمكنك الحصول عليها بالمجان. وسائل التواصل الاجتماعي أيضا أتاحت لنا التواصل مع الناس والمختصين في المجال وسؤالهم والاستفادة من خبراتهم، فاغتنم هذه الفرصة. رابعا وأخيرا، ما تفعله الآن سيكون ماضي في الغد، فحاول أن تبدأ بالتغيير من اليوم وخطط لمستقبلك واستعن بالله دوما وأبدا.